ابويا جاب لي عنب، ابويا جاب لي عنب، ايه ابويا جاب لي عنب، ابويا جاب لي عنب. جاب لي ابويا شكلك ابا. اول ما قبض على طول جري قام جايب لي 2 كيلو عنب وقال لي خد يا فؤاد ما تديش لامك. والله ما ادي لامي ولا عنبايه. دوليه ايه ده؟ عينيها اصلا بتدب في العنب يبوظ. الفيديو اللي فات قالت لي مع كل ده عنب وقع مني بقى عنبايه، عينيها وحش. خليه بقى هنا إيه، اروح اعمل حمام. ده انا بقى ايه الحمام؟ واخد دش جميل ولا دش ليه؟ انا هخش الحمام واطلع من هنا. حمام كتير قوي قوي قوي. ايه ده؟ مين جاب العنب ده؟ ده مدى فؤاد معفي وابوه بخيل ما بيجيبش حاجه، اكيد ده جاي عندنا غلط. بتاع مين ده؟ حلال عليا. والله هسيب لكم ولا واحدة ولا واحدة. انت مزنوق؟ ايه ده؟ فين العنب؟ فين العنب؟ هيكون مين يعني؟ يكون عفريت خده؟ العفريت ما بتاكلش. ابويا هيجيب لي حاجه وياخدها، مفيش غيرها. يا بنت الحراميه يا ماما، يا رب يا رب يا ماما. لا مش عايزه ادعي عليها، استحرم والله. انا اسرقها ماشي، انا هوريك اعمل فيك يا ماما. انا هبيع المروحه. ماشي يا ماما، ماشي يا ماما، انا اوريك وربنا يجننك، انا هجننك.